umadihii hore dumarkii umadihii hore dumarkooda waxaa u khayr badnayd buu yiri Maryam binti Imran baa u khayr badnayd umadana dumarkooda waxaa u khayr badan Khadija bint Khuwaylid baa u khayr badan saa nabiga oolayaan maqlay buu yiri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu xadiis kana fi sahihayn iyo ku sugan yahay macna Sauda binti Zam'a oo ah salaantii labaad ee nabiga uu guursaday salawaatu rabbi wa salaamu alayh iyo fadaaisheeda iyo maraaqibteeda ku soo qaadanayna si kooban anagoo maaragtay uga hadlayna وحي لقوني نقطي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحي لقوني نقطي مجموعة من الفضائل ومن المناقب التي ذكرت في كتب السنة أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها حق ترتيشك نبي عليه الصلاة والسلام دمرك أمور سدي وإسلامتي أفراد إسلامتي أفراد نبي أمور سدي نكاح وكحلوه صلوات ربي وسلامه عليه أولا وحلو يقانا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها في الجاهلية وفي الإسلام لوضع وحلو يقاني هدي جاهلي أي نولاد يا هدي محوها إسلام كي أم المساكين بلو يقاني سلان وحيه قيمة بضن أو قعن فرن أو مساكين تي سهلتان أم حوها صدقة بضن أي هيدا رضي الله عنها أم السلامة وحكمتها يتمركي هجرودي دون هجرودي إلى أرض الحبش أيدي أم حبيبة حصصك النبي عليه الصلاة والسلام أيدي أم حبيبة ونتقي دونا رملة بنت أبي سفيان ونتقي دونا وحيوه جرودين أرض الحبش بيوه جرودين أيها الإخوة والأخوات جويرية وحي قريوتي في ربيع الأول سنة 50 الهجرية سنة كي كنتراد هجرية يجريوت رضي الله عنها وحنا كنت كذي صلاة الجنازة إمام النغضي دكي مروان بن الحكم أمير المدينة وقت قايده وحين كوا سنتهاي بقيع قبورا بقيع مقالة مدينة يكوا سنتهاي جويرية رضي الله عنها وحكم إذا فضل زينب بنت جحش رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام حكو أماري إني تاي سلان قعن فرن سلان قعن بضن قدق سينما بضن إني تاي بكو أماري نبي عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها حصص النبي مد أغنى سبلوي حق أبتركة مد أغنى النبي عليه الصلاة والسلام رملة بنت أبي سفيان حاصصك النبي عليه الصلاة والسلام إسلام توحوي أغمهر بضنيدوي حاصصك النبي عليه الصلاة والسلام أفر بقل الدينار يلغمهريي وحقري النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي وحقري إن أي كوأب ترسط النصب آدي أرقي ما بضن إن أي كوأب ترسط ونبي الله هارون في كوأب ترسط أذير كان نبي بوها هو نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه إذا ميمونة رضي الله عنها نبي محمد عليه الصلاة والسلام بقى مضع الدور طيقي مها بضن أي ميمونة اللي هذا نبي قال بحي صلوات ربي وسلامه عليه بركو قرسلي يوم مقعي براها كبدلي مقعن بون أبحي صلوات ربي وسلامه عليه إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كنا